مرحبا، أنا طارق الجندي من عزف.com. اليوم رح نتعلم شوية تمارين لتطوير إيدنا اليمين وإيدنا الشمال. 1 2. كل تمرين يبلش يفهمنا ويطور تقنية معينة بالنسبة للريشة، من ناحية الأشكال كيف نستخدم ريشة صاعدة ريشة هابطة، بالإضافة لعمليات التنقلات اللي بتصير مع الإيد الشمال. بالنسبة للإيد الشمال رح نتعلم بعض الشغلات حول استخدام الأوضاع البوزيشنز، كيف نختار الأوضاع هاي، كيف نزحف، كيف نتعلم على عملية الزحف. وبالنسبة للإيد اليمين كيف رح يكون قلب الريشة بين الأوتار المختلفة. هذا الكورس هو كورس كتير مهم وممكن يستخدم كتمارين إحماء يومية، وهو تمرين لتطوير هاي التقنية، وخاصة تطوير مواضع العضلات والمفاصل بالنسبة لإيدي اليمين والشمال اللي عم نستخدمها. كورس بده تمرين، بده جدية، بس كتير حلو وكتير بيطور. إن شاء الله إنه يعجبكم ومنبلش مع بعض.